طيب انتي برضو يمكن احنا بنتكلم في الاول قلتي انه الامهات مثلا ممكن يبقى في تدخلات بسيطه اللي هي عادي مش هتعمل لي ازمه في حياتي او هي ليها احتياج نفسي وانا المفروض ان انا البي ورا، لكن في تدخلات احيانا بتكون داخله في خصوصيات قوي. إيه مثلا يعني انا ما فيش حاجه في دماغي سواء ام الزوج او ام الزوجه اللي هو صرفته كام؟ خرجته فين؟ اداكي قد ايه؟ عملته ايه النهارده؟ يعني مش عملته ايه النهارده بمعنى حاجات عاديه، بس بتبقى عايزه تعرف تفاصيل كتير جدا. فهنا التدخلات اللي هي زياده عن اللزوم وانا مش قادره اتقبلها، زي هنا ممكن يعني احط حدود كده للعلاقه او للتدخلات دي او للاسئله دي ان انا مش حابه ارد عليها، اعمل ايه؟ بصي طبعا دي بتبقى حاجات بتبقى حاجات صادمه جدا، وقلنا ان ده يمكن يكون بيحصل بطبيعه التعود ان احنا كنا متعودين. بس في برضو حاجه مهمه جدا انه انا حريتي بتنتهي عند بدايه حريه الاخر. يعني ايه؟ يعني انا كنت متعوده ان انا بعرف كل حاجه عن ابني، نزل امتى طلع امتى، بس دلوقتي هو بقى ليه شريكه في البيت. فيمكن انا لو حكيت لامي على كل حاجه وداخل فيها الطرف الثاني ده شيء يجرحه، يمكن هو مش عايز يعرف حاجه زي كده. فمراعاه الخصوصيه بتاخد وقت في الاول على بال ما انا اقدر اوصل لامي او اوصل لوالده زوجي ان دي حاجات خاصه بينا احنا الاثنين، فانا مش من حقي ان انا اقولها. فطب انا اعمل ده ازاي؟ بصي في قاعده نفسيه مهمه جدا. اول حاجه انا بتصرف من جوايا انا، انه في قاعده بتقول ايه؟ انه رفض زائد الم يساوي معاناه. يعني انا اتألمت، هي دخلت في خصوصياتي فانا رفضت ده يساوي معاناه، ولكن الم زائد تقبل وتفهم يساوي تعلم. يعني ايه؟ يعني انا اتحطيت في الموقف ده، انا من جوايا مش فكره ان انا ارفضه او اقبله، ان انا اسمح ان التجربه دي مرت بيا اكيد جايه تعلمني حاجه، اكيد جايه تعلمني ان انا وزوجي محتاجين نقعد مع حد مختص، اكيد جايه تعلمني انه انا وهو محتاجين نقعد مع بعض ونحط النقط على الحروف، اكيد محتاجين ان انا يمكن انا بتعامل مع حماتي بطريقه غلط، يمكن انا اللي بروح احكي لها اسرار كتير او حاجات كتير فهي يعني ايه خلت الموضوع يبقى عادي انها تسال في حاجات دقيقه. فهي الفكره انه الدرس ده جه عشان يعلمني حاجه. لا بصي عشان بس ابقى فهماكي معاكي على نفس، لو انا مامتي هي اللي بتتدخل وزوجي مامته هي اللي بتتدخل في الموضوع، هو مش قابل تدخل مامتي وانا مش قابله برضو تدخل مامتي، فازاي ان انا اقول لماما انه انا مش حابه ان انا اجاوب من غير ما اضايقها ومن غير ما انا ابقى ما يخسروهم. بالظبط، يعني زي ما بقول لك هي البدايه بتبدا من جوايا، اني انا لو انا قعدت اقول جوايا مثلا يا نوره هي متسلطه، هي حابه تتدخل، هي حابه تتدخل في حياتي، تخيلي انت مشاعرك هتكون لا ايه؟ لا خالص، انا ببقى مدركه انه ده قلق وخوف وتعود. أيوة وعايزه حلو تطمن جدا. والحاجات يبقى دي هي كلها البدايه دي كويسه، اني انا ابقى مدركه ان ده مش شيء سلبي ولكن هي عايزه تطمن وعايزه كده. طب انا بقى علشان احمي الحدود دي اعمل ايه؟ حسب الموقف اكيد هتكون في طريقه مناسبه، ممكن امسك كده وقت، عارفه من الحاجات اللي احنا بنسميها حاجات حلوه المحاكاه، يعني ايه؟ ابقى انا كده قاعده في وقت ظريف اقول لها اسكتي يا مام، ده في صاحبتي مش عارفه مين حصل لها ايه وقالت، فتقوم لا ازاي؟ ما ينفعش ان هي تعمل كده. فدايما في طريقه لطيفه، لان الناس الكبيره دي يعني على راسنا من فوق طبعا. واحنا ما نقدرش ان احنا نجرحهم، ولكن هم بيبقوا متعودين كده بالايه؟ بالفطره. انه كده، ومع الوقت حتى ممكن في وقت تاني تقول لها على فكره انا جوزي بيزعل لما بيحصل، بس في وقت صفا، فهي مش هتبقى عايزاه يزعل لانه ده هيأثر عليكي. فدايما اختار الوقت المناسب اللي اوضح فيه، سواء بقصه سواء بفيلم، ايه رايك يا ماما في الفيلم ده؟ ايه رايك في المسلسل ده؟ انت تحبي انه يحصل كده؟ طب تفتكري لو الموقف ده حصل طب احنا ممكن نعمل ايه؟ فدايما تبقى الام عارفه، لانه خلي بالك زمان مثلا هم ممكن يبقى الام دي كان بيحصل معاها كده، فهي شايفه ان ده الطبيعي، إن, ان 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 الام هي اللي سر بنتها وهي اللي لازم تبقى عارفه عنها كل حاجه. بس انا شخصيتي غير شخصيتك، انا احب يكون عندي مثلا حدود، انا احب ان انا جوه البيت ما حدش يعرف عني حاجه، فده دوري اني اعلم اللي حواليا سواء امي سواء صاحبتي سواء حماتي، اني انا اعلمها ان في حاجات نحب قوي نعمل لها شيرنج وفي حاجات احب احتفظ بيها. لا خصوصيه ده حقيقي جدا.